التمر في طاطا هذا الموسم هذا كان انتاج لا باس به. الاثمنه تتراوح ما بين بالنسبه للبفقوس مليح تقريبا ما بين 70 درهم حتى 30 درهم، حاجه مزيانه. بالطوب تقريبا ما بين 30 40، بوسكريت هو تقريبا ما بين 30 حتى 50. والاثمنه تتراوح على حسب الجوده ديال التمر والنوع ديال التمر. بالنسبه للبائعين هنا كيعانوا المشكل الكبير اللي كيعانوا منه هو ما كاينش سوق فين كيعرضوا المنتوجات ديالهم. انتم كتشوفوا تقريبا في الشارع العام فاش كننشروا التمور منذ مده كانوا في السوق هنا، ولكن ضياق على الناس والناس كتشوفوا كثار. حنا رانا كنطالبنا السلطات ما من مره باش يشوفوا لنا السوق، يكون سوق نموذجي لانتاج التمور، لان عيب وعار مدينه طاطا معروفه بانتاج التمور، واللي سولتي على طاطا يقول لك التمور والحنه، وما كانش سوق رسمي ولا نموذجي لبيع التمور. من هذا المنبر كنطالبوا السلطات والمسؤولين باش يشوفوا من حال هاد الفلاحين المنتجين اللي كيبيعوا التمر، باش على الاقل يدير لهم واحد البلاصه فاش تكون معروفه، لان التمر خصو النظافه وخصو يكون لان شي حاجه اللي خصها ضروري النظافه. بحال هاد الشارع دابا راه كيدوزوا عليك مثلا وسائل النقل غاديين جايين وكيتخبر التمر وكل شيء، يعني الحاله احنا ما راضيينش عليها بمره، والمواطن حتى هو ما راضيش عليها. لهذا كنطالبوا من السلطات باش يشوفوا لنا ولو مارشي صغير، ولو غير منطقه مؤقته حتى يبنوا مارشي ولا شي حاجه. المهم ما طرقنا جميع البيبان، مشينا للبلديه مشينا للفلاحه ما جاوبنا حتى واحد، وحنا رانا كنعرضوا التمر في هنايا ومازال كنتظروا من المسؤولين يشوفوا من حال هاد الفئه هادي. راه اللي باهر الثمن غصقص وهو الا ما كان الثمن شوان، الا 2000 3000 البيطو ب 400 ريال 500 كون 360، الجهه 400 350 كون كل حاجه زعما ما كتلقى غير قاينه شويه قاين داخل قيس مويان قيس ولد الضنيني. السوق ني غير كي لارديس في المخزيان السيده اللي تخلص الا ما يسيف كان الا ما يستكوري في كاين السوق راه قيس السخسريه على خاطر كل الزنزان بنتي مغارين ولا يرقازن كل شيء، وانا ديال الرزق نسيت فايد رزق سنيت داخ على كل الزنزان كل شيء غيك السوق ني غير كيما غير لا غواز بديما انا بدا قيس الزنزان بني غير نسكن وياد يقرب بي العوان. كان من هذا السوق هذا كتشوف دابا راه الناس دابا كيجي الحديد من هي وكيجي من هنا الترونسبور، دابا كيتعرضوا للحوادث السير من هنايا، وحنا دقينا اي باب، دقنا العماله مجلس الاقليمي مجلس الجماعي الفلاحه والو دون جدوى، غير بحال اللي كنكبوا الماء على في الرمله والو. دائما كنعانيو من هذا المشكل هذا، ولا كيقول لك دخلوا لذاك الزبل والله وتدخل تماك وما تشوف ذاك الشيء وما تحط فيه غير التمره كاع. وثانيا شوف دابا كيك السوق كيضيق، راه دابا راه حنا عروس الشارع ما كاين والو من هذا الاقليم، اغرم هي الاخرى ما فيها التمر وعندهم المارشي ذات جوده. حنا كنعانيو دائما كل عام كل عام كل عام. حنا بالنسبه للغلاء الاسعار هذا العام فاش كاين الجفاف، حيت علاش شنو شكون اللي جاب هذا الشيء دابا هذا الغلاء ديال الاسعار؟ جابوا الجفاف ما كاين والو، حيت علاش دالينا الدلاح الماء هاد عامين هاني كنعانيو من المشكل ديال الجفاف وقلت التساقطات المطريه. المهم حنا راه بوفكوس كيسوى 500 ريال من 500 حتى 1200، بوسكري كيدير 500 حتى 1000 ريال، سير كاين من 300 حتى 800، كاين اخر بيض طوب كاين من 400 حتى 900.